رابعا الدارمي ولد قبل 200 هجري، ولد قبل سنة 200 هجرية، بينما ابن تيمية ولد عام 661 هجري. فالدارمي سبق تيمية بما يقرب من 500 عام. فالدارمي إمام ابن تيمية وقدوته ومرجع ومرجع تقليده في التوحيد التجسيمي والنقاش العلمي. وكما تبين لنا قبل قليل أن ابن تيمية تصرف بعبارة الدارمي فحذف لفظ قولك ووضع لفظ بولك، وبهذا الفتح المبين والتغيير الإبداعي الراقي خرج ابن تيمية من عنوان التقليد إلى عنوان الاجتهاد، فصار مجتهدا إماما وإمام الأئمة، وأنتم تعرفون بأي شيء بهذا التغيير. فهنيئا لأتباعه به وبفتوحاته. ولنرجع إلى إمامه الأصلي الدارمي في مورد آخر في كتاب النقض، النقض على المريسي، في هذا المقتبس الواقع بين صفحة 769 إلى 797، يعني من 770 إلى 797، مقتبس ضمن هذه الصفحات. قال الدارمي: باب إثبات الضحك. باب إثبات الضحك. يقول الدارمي: ثم أنشأ المعارض أيضا منكرا أن الله يضحك، إلى شيء ضحكا هو الضحك، طاعنا على الروايات التي نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفسرها أقبح التفسير. لاحظ، هو لم يطعن بالروايات، المريسي لم يطعن بالروايات، وإنما قال معنى الرواية، المعنى المراد بالرواية هو هذا المعنى وليس المعنى الصريح وليس المعنى الحقيقي، لأن المعنى الحقيقي إذا أخذنا بالمعنى الحقيقي فلا تقديس ولا تنزيه لله وللذات الإلهية، فدفعا للهتك للذات الإلهية وتحقيقا للتقديس والتنزيه نقول بالتأويل وبالمجازية، وهو أسلوب عربي وأسلوب عرفي، والقرآن انتهج هذا المنهج وهذا الأسلوب في كثير من الموارد، ومنها هذا المورد، بل نكون ملزمين بموارد التنزيه والتقديس.